اهلا بحضراتكم كل مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. احنا موجودين حاليا امام القاعه اللي بتشهد استقبال رؤساء ودول رؤساء دول العالم، زعماء العالم كلهم موجودين حاليا هنا في مدينه شرم الشيخ لبدء فعاليات قمه الرؤساء والزعماء. القمه رفيعه المستوى لمناقشه التغيرات المناخيه في اطار كوب 27، مؤتمر المناخ اللي مصر تسلمت رئاسته امبارح في جلسه اجرائيه زي ما حضراتكم تابعتوها معانا من الصبح. ورئيس عبد الفتاح السيسي موجود، والامين العام للامم المتحده موجودين هنا في القاعات لاستقبال رؤساء ودول رؤساء دول العالم، واللي جم حتى الان وصل منهم الرئيس الفرنسي، رئيسه الوزراء الايطاليه، رئيس الوزراء بريطانيا، رئيس وزراء اثيوبيا، الرئيس الفلسطيني وصل، عدد كبير جدا من الرؤساء وزعماء ورؤساء الحكومات في مختلف دول العالم وصلوا حاليا هنا لانطلاق قمه الزعماء او قمه الرؤساء، القمه رفيعه المستوى اللي هتستمر النهارده 7 نوفمبر وبكره ان شاء الله 8 نوفمبر. الكلام ده كله او الجلسات دي هتكون موجوده هنا في المنطقه الزرقاء، بالتوالي وبالتوازي هتكون في المنطقه الخضراء مجموعه كبيره جدا من الفعاليات اللي بتمثل القطاع الخاص او قطاع او منظمات المجتمع المدني او غيرها من المنظمات الاقليميه والدوليه المعنيه بالتغيرات المناخيه والحفاظ على كوكب الارض ومواجهه كل التداعيات السلبيه اللي حاصله حاليا بسبب تلك التغيرات المناخيه اللي بتحصل على كوكب الارض. وبالتالي المنطقه الخضراء والمنطقه الزرقاء بيكملوا بعض ما بين القطاع الرسمي الممثل فيه رؤساء دول العالم والقطاع غير الرسمي الممثل فيه القطاع الخاص الممثل فيه المنظمات المجتمع المدني وغيرها، عشان يكملوا بعض لهدف واحد وهو حماية كوكب الأرض وحماية البشرية. احنا موجودين مع حضراتكم هنا من امام القاعات المركزيه اللي بتشهد الجلسات رفيعه المستوى واللي هتناقش عدد من القضايا زي التمويل المبتكر، زي حمايه البيئه، زي توفير ازاي يتم توفير الامن الغذائي، وازاي هيتم توفير التمويل لحمايه الدول الاكثر تضررا والالتزامات والتعهدات، وهيتم مناقشه عدد من الملفات على مدار اليومين. واحنا ان شاء الله مستمرين مع حضراتكم في تغطيتنا الخاصه سواء من داخل القاعات او من داخل الجلسات او من خارجها او كمان من خلال المنطقه الخضراء ومنطقه التظاهرات. شكرا لحضراتكم.